ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حبايب قلبي روتيننا من السحور لقبل الفطور. مثل ما شفتوا بالفيديو الماضي نحن عملنا لكم روتيننا من قبل الفطور لبعد الفطور. واليوم الفيديو هو روتيننا من قبل السحور لقبل الفطور. من السحور لقبل الفطور. قبل ما نبدأ الفيديو بما أن الدنيا رمضان نحن لازم نساعد بعض. بدي أعرفكم على قناة ديلو تي في. محتواهن كتير حلو وفيديوهاتهم كتير حلوة عن جد عن جد. محتواهن كتير حلو. رابط قناتهم موجود بالوصف. الكل يروح يشترك عندهم لأنه عن جد عم يتعبوا على حالهم كتير. بتمنى من كل جيش ليانا يروحوا يشتركوا عندهم. رابط قناتهم رح يكون بالوصف وليانا رح تكون قبلكم. واللي ما حط لايك يحط لايك. المو مشترك بالقناة يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بنحبكم. يلا نبدأ الفيديو. بما أن الدنيا رمضان خلينا نساعد بعض لأنه عمل خير بتلقى الخير. بتمنى منكم الكل يروح يشترك عنده. بحبكم. بنصوركم هذا الفيديو الساعة 3 بالليل. هلأ فيقت أنا ليانا من النوم. هي أنا كانت فايقة. هي كانت فايقة لأنه أنا عندي مدرسة تعرفون هيك. أنا ما بنام كل يوم بضل للسحور فايقة. يعني شو بنبنام شاطرة بس ليانا بتنام. أنا بنام؟ إيه طبعا رح نام لأنه عندي مدرسة لأنه هالسنة عملوا لنا إياها دراسة وأنا كنت زعلانة لأنه في دراسة ما بسهر معهم. يلا بيوم العطلة بسهر معهم. آخر أنا بدي ما أنا فايقك على السحور. يعني أنا بدي أحط السحور. الأندومي غيره أهم شيء الأندومي. راح اعبي المي مشان اسوي الاندومي بعد ما يسوي الشاي. لا يلا شو بتعمل اول شيء؟ بنكون عاملين الاندومي بتقعد من النوم ما بتاكل شيء بتحط الخبز على جنب بتاكل كيس الاندومي بعدين بترجع على الابنة. يعني هيك انا بفكر. عداد احذري شو حبت الجبن. شوفي شو جبنة السهولة اللي بتحبيها الثلج. يا شوفوا ما بعرف مين حاطه بالثلاجة اكيد انت لانه هي بتجري الصبح. يا انا رح خليها. انا رح احطها بالثلاجة يا حبيبتي. هلا بندوب انا اليوم ما رح اتسحر. يلا راح انا. لا حبيبتي والله انا هلا بدوب لك اياها. تعال كمان بتدوبي. يا المشكله ما في غير هي العلبه. نحن لازم نجيب كميه مشان بس الثلج واحده بنجيبها. نحسب حساب الثلاجة. ما شاء الله عليك. الغباء يعني بتعرفي البراد بيشتغل. ليش بتحطي بيشتغل بيشتغل. ايوه هاي الثلج بس مو زياده. هاي الله وداد. انا رايحه فيق يزن على السحور. حبايب قلبي يزن نايم وما بيعرف انه نحن عم بنصور اخر الليل. هلا رايحه ورجيكم شكله. هلا يزن بيقوم بتروح لعند هيك بيعمل. يلا قوم خلينا نشوف كيف بده يفيق. انا بعرف ما بيفيق معي الا ماما بتجي تفيق. قوم يا حبيبي. قوم يا امي. قوم زوري حبيبي قلبي. قوم يلا. يا زان يلا قوم على السحور. قوم يا زان قوم على السحور. قوم رجعنا. هذا ما بيشتغل هيك. لا فكرت بدك تضربه. يا زين خلاص يلا قوم صحي. يلا رح يقدم الصبح. وقفي لقلك قوم غسل وجهك. هي يا زين
بس بيستوي الاندومي والشاي بنجي بس بيستوي بس يصيروا بنجي بنقعد. نعم استفى لا عن جد حبايب قلبي نايم يا زن والله العظيم لانه هيك لما بيكون نايم بغيب عن الوعي ما بيعرف شو بده يحكي. هلا صار وقت الاندومي استوى الشاي. لا هو شو عمل يا زن؟ بدي نام راح قعد بحضن معه بعدين رجع نام. عم اعطيه الاندوم لانه في مخيلتي الاندوم حزر لها شي معلق مشان الاندوم. جيب الشوك شوك شو الشوك؟ مشان الاندوم. الاندومي لشو؟ وهلا صار السحور انقطعت الكهرباء علينا ونحن عم بنصور. بس هلا بدها نص ساعة وبتجي. يا زلمة يا زلمة يا زلمة يا زلمة يا زلمة يلا قوم تسحر يا زلمة يلا قوم يا زلمة يا زلمة يا زلمة يا زلمة قومي عليه ودادة ما قالت لا حط السحور وفيق ليانا قوموا يا زلمة كمان قوم لحاله كل واحد قوم يزود يزن يزن راح صوت ماما يلا قوم يزن يزن خلينا خلي ماما تفيقه. ها فاق العريس هاش ما بدي اتسحر ما بدي اتسحر ضلت ماما 4 ساعات تفيقه. يلا خذ سموني يلا لبنه انت بعرفك بتحب اللبنه. مجنون يلا تفضلي انا تعاكل ما بدي غير اندوم تستقل انا رح اكل. يا زان والله عيب عليك سلم على المتابعين لا تاخذوا لي السافر نايم ما بيتاخذ. رح اكل لبنه ليش عم اكل اندوم؟ هلا حبايب قلبي بعد السحور قبل اذان الفجر بنص ساعه بعد بقرا بالقران وبعدين بنصلي وبننام. لا أنا بتعرف أنت أيمت موعد بس تقرأ والقرآن تقرأ قبل الفطور بنص ساعة. أنا بقرأ قبل الفجر وبعد والظهر. النوم كملكم روتين بكره الصبح تصبحوا على خير. لا انت قولي لهم صباح الخير لانه أذن الفجر نفس الشيء. هلا حبايب قلبي بعد ما فقت من النوم رح نكملكم روتين. ليانا بدها نص ساعه وتجي بس تجي ليانا نكملكم الروتين. هلا ليانا بالمدرسه انا من شوي فقت ليانا المسكينه يا حرام بتفيق من الساعه 7. هلا بدي اقوم اتوضى لانه رح يأذن الظهر بتكون ليانا اجت من المدرسه. حبايب قلبي أنا بروح على المدرسة الساعة 7 وبرجع الساعة 12 يعني بيجي من المدرسة بكون تعبانة صراحة. أنا ما بدرس أول شيء بيجي بصلي لأنه بكون كتير تعبانة وعطشانة لهيك ما بدرس للمغرب. مهنيك بعد ما أفطر بدرس وفتح مخي كتير منيح لأنه أنا أول ما بيجي من المدرسة بكون تعبانة كتير دوبني بصلي الظهر وبروح دغري على النوم لأنه بكون تعبان كتير كتير كتير. طبعا بنام للعصر وفيق العصر صلي العصر وساعد ماما وويداد بالفطور. هلا حبايب قلبي صار العصر رايحين أنا وويداد نجيب تمر الهندي والمعروف. نحنا يوميا لازم نجيب معروف وتمر هندي هلا رايحين نجيبه. خليكم معنا. هلا حبايب قلبي وصلنا على السوق وبدنا نشتري تمر هندي ومعروف. وصلنا عند ليان معروف.
خليني أرجع معك. أنت من أي في سادة؟ يلا عشاء ليانا رح ناخذ هالمرة. والتمر الهندي صارت الساعة تقريبا 5:30 بدنا نروح نجهز الفطور مع ماما. وهذا هو روتيننا كامل نحن. هاي يكون انتهى الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. مثل ما شفتوا هذا هو روتيننا اليومي. نحن كل يوم بنعمل هيك. ان شاء الله يكون عجبكم. واهم شيء لا تنسوا قناة دلة تي في موجودة بالوصف. الكل يروح ويشترك عنده. بنحبكم. والمو حط لايك يحط لايك. المو مشترك بالقناة يشترك بالقناة. فعلوا زر الجرس حتى يسألكم كل جديد. بنحبكم وانتظرونا فيديوهات جديدة. باي.